المركز الخامس كان متابعينا الكرام في هذه اللحظات راهي اسهال بن حمود بن علي الوهيبي. اذا تهانينا والناموس على هذا الفوز. النفط وصالح بن سهيل بن مسعود بن غصنة العامري بانجازاته استحق الفوز والانتصار. التوقيت الزمني ولحظة وصوله 9 دقائق 3 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لبن غصن هذا الفوز. بينما اللي احتل المركز الثاني وصل مع المركز الثاني كان مطفي. متابعينا الكرام وتوقيت الزمني 9 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بينما اللي احتل المركز الثالث وصل مع المركز الثالث شهران جمال بن غانم بن علي المنصوري وتوقيته الزمني 9 دقائق 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ينطلق شوط جديد وهو التاسع عشر في مجموع اشواطنا لهذا اليوم. هذا الشوط الاصايل نذهب الى المقدمة ونتابع المراكز الاولى على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الاول من اعلنت حضورها على بداية الانطلاق. احتفال من تحتل الصدارة عزيز بن مخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري الذي يقدم هذا الاسم على المركز الاول. بينما نقلتنا التالية الى المركز الثاني لنجد الوصول في هذا الانطلاق والحاضرة غزل علي بن محمد بن بحري بن نوبي العامري يقدم لنا غزل حيث تسللت الى الصدارة. بينما هنا نتابع المركز الثالث لنجد الوصول من سرابه سليم بن سالم بن علي الغيلاني يقدم سرابه على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الانطلاق القادم بتحديات سبطانة تحتل المركز الرابع. محمد بن صالح آل سعيد الكثيري يقدم لنا هذا الاسم على رابع المراكز. بينما في المركز الخامس الانطلاق والتحدي هناك على الزاوية الأخرى وعلى السياق الخارجي. من تقدمت في هذا الانطلاق وفي هذا الحضور أرى أسباب محمد بن سهيل بن خميس الشامسي. وهنا على المركز السابع المتقدمة والمركز السادس الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق المثير. هذه هي الواصلة بكل قوة. هنا تقدمت الداير محمد بن معتوق العامري وهناك الوصول بانطلاقة وتواجد اعلان سلطان بن محمد بن بخيت بن محمد العرياني تحتل المركز السابع. بينما في المركز الثامن هنا المتقدمة هنا الحاضرة في هذه اللحظات خداعة خلف بن سعيد بن بخيت الشامسي. وعلى المركز التاسع الوصول في هذه اللحظات انا الوصول من مزايا محمد بن حماد ابو خرايط العامري يقدم لنا مزايا في هذه اللحظات. بينما في المركز العاشر على الزاوية الاخرى التقدم من دلمة حمدان بن خالد بن حمدان الفلاحي. هذه الاسماء هذه الشعارات حيث انطلقت مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء مع العشر الاوائل. ولكن اسماء قوية شعارات قادمة تحمل الجديد دائما في اجواء هذا التنافس الرياضي على ميدان الوثبة. عودة من جديد الى المركز الاول لنتابع الصدارة
من تقود المشاركين. هذه هي غزل، غزل يا غزل، تغزلت بالشوط غزل على المركز الأول. علي بن محمد بالبحري بن نوبي العامري الذي يطلق غزل على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما في المركز الثاني التقدم من سرابه سليم بن سالم بن علي الغيلاني يقدم سرابه على المركز الثاني. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات، هناك الوصول بانطلاقة الداير، محمد بن معتوق العامري ياتينا بانطلاقة الداير. المركز الرابع هنا الوصول من الشهامة، محمد بن علي بالسعودي الاكتبي الذي يقدم الشهامة على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هناك الانطلاق من احتفال عزيز بن مخيت بن سعيد بن فطيس المنصوري الذي يقدم لنا احتفال على المركز الخامس. المركز السادس هذه هي سبطانة، محمد بن صالح هنا من يقدم لنا سبطانة، محمد بن صالح الكثيري الذي يأتينا بهذا الأداء على المركز السادس، بينما في المركز السابع المتقدمة في هذا الانطلاق هناك مزايا، محمد بن حماد بن خرايط العامري الذي يقدم لنا هذا الاسم، بينما الوصول، بينما التحرك القادم من خداعة خلف بن سعيد بن مخيت الشامسي. شوف الأسماء القادمة، الأسماء المتحركة الزاحفة، الزاحفة إلى الانتصار بهذا التقدم من هذه الشعارات الآتية من كل حد من وصوب، عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى شعار المغامر الذي يعلن هذا الحضور، محمد بن معتوق العامري الذي يطلق هذا الاسم على المركز الأول بهذا الانطلاق المثير بتحديات الداير، الداير، الداير على الصدارة. بينما هنا المركز الثاني غزل، علي بن محمد بن بحري بن نوبي العامري الثالث، المتقدمة هنا خداعة خلف بن سعيد بن مخيت الشامسي، ورابعا شعار بن حماد ياتينا بانطلاقة وتواجد مزايا محمد بن حماد ابو خرايط العامري، وايضا ارى الوصول كذلك بانطلاقة وتحديات الذيبة صالح بن فهيد بن صالح الفهيدة المري، وهنا التقدم من السايحة سالم بن سلطان بن ميرين الاكتبي. هنا الاسماء الاوائل، هنا التحديات الاولى، التحديات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، هنا عودة إلى المركز الأول، غزل 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 على الصدارة. هنا تحركت بالمقدمة وغيرت هنا جدارة عمر بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر الذي يقدم جدارة، والمركز الثاني القادمة مزايا محمد بن حماد بن خرايط العامري الذي غير إلى الصدارة، بينما المركز الثالث الوصول بانطلاقة الداير محمد بن معتوق العامري، الرابع هناك غزل علي بن محمد بن بحري، ولكن المقدمة مع شعارك يا راعي وزن، مع شعار محمد بن حماد بو خرايط العامري، الداير قادمة مع شعار المغامر، مع شعار المغامر محمد بن معتوق العامري. سلام الهيار، سلام، تهانينا والناموس إلى محمد بن معتوق العامري على فوز الداير بالمركز الأول. المركز الثاني مزايا محمد بن حماد بن خرايط العامري، الثالث يذهب إلى انطلاقة، الثالث شعاع عبد الله بن راشد بن سعيد بن غربان القحيش، بينما بالمركز الرابع هناك يذهب إلى انطلاقة غزل علي بن محمد بن بحري بن نوبي العامري، وخامس المراكز يذهب إلى تواجد وحضور فعايل خليفة بن حمد بن حميد بن عية الشامسي. تابعنا اللحظات الأخيرة، هنا من انتزعت المركز الأول الداير، سلام للهير، سلام، سلام على هذا الأداء مع شعار المغامر محمد بن معتوق العامري، حيث انتصرت بالمركز الأول وحققت ذلك الانتصار
بتعانق الفوز، تعانق الناموس بهذا الأداء الرائع. مع الأمتار الأخيرة هنا نتابع التوقيت الزمني المتسجل عبر قناة ياس الرياضية، 9 دقائق، وهنا الثواني المتسجلة فوق 9 11 ثانية، 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن معتوق العامري على فوز الذاير بالمركز الأول، بينما في المركز الثاني يذهب إلى مزايا محمد بن حماد أبو خرايط العامري حيث سجلت 9 دقائق 11 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حماد أبو خرايط العامري على الفوز بالمركز الثاني، بينما في المركز الثالث التوقيت 9 دقائق 12 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا على الفوز بالمركز الثالث مع التواجد وحضور شعاع عبد الله بن راشد بن سعيد بن غربان. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى. مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء، مستمعونا الافاضل، نجدد اللقاء بكم مره اخرى.